اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في قناه العلم على فكره دب. اليوم ان شاء الله سنقوم بتحليل عمله الاكس اي سي بعد طلبكم اصدقائي، لكن قبل البدء ادعوكم في الاشتراك في قناه تليجرام المجانيه، هذا هو الرابط ساضع لكم في صندوق الوصف. في هذه القناه نضع اخر عروضنا واخر عرضه دورتين بسعر دوره واحده، التحليل الموجي والبرايس اكشن بطريقه منطقيه فقط ب 197 دولار، 34 فيديو مسجل، 25 ساعه من المعلومات. إذا أردت الاشتراك واستغلال هذا العرض الذي قد ينتهي في أي لحظة، يمكنك أخذ الرابط كاملا الموجود في التعليقات. خذ الرابط كاملا، هو رابط تليجرام وأنا الذي أجاوبك مباشرة. أطلب رسالة صوتية باسمك، ولا نقبل الدفع بالكريبتو، فقط بيبال والحساب البنكي حتى تكون هويتنا واضحة لك، حتى لا يتم النصب عليك. كذلك في هذه القناة المجانية نضع أرباح وشهادات صوت وصورة للناس المشتركين في دوراتنا التدريبية، حتى تعرفوا أن دوراتنا التدريبية يمكن اعتبارها من أقوى الدورات يعني بشهادة الجميع. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع biprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك بعض الكتب المجانية وبعض المقالات يمكنكم قراءتها. بالنسبة للكتب يمكنكم تحملها مجانا كالدليل الأساسي للشمول اليابانية، فقط اضغط على ابدأ الآن، دع أمريكا أرخص وتصلك الكتب الأمريكا أرخص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع أنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك هو أن تراقب تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الاشتراك في دورتنا التدريبية. طيب، عملة الاكس اي سي يو اس دي تي، هذه العملة او الاي كاش، هذه العملة عندما حللناها يعني قلنا انه نحن لدينا موجة ثم تصحيح ثم موجة كبيرة، زيادة في الزخم، بيج بوي قوي، المشترين اقوياء، ننتظر تخفيض ديسكاونت يكتمل، ثم بوم نتوقع صعود لكسر القمة التي على مستوى 39.50، وكذلك ربما حتى نصل الى 55 على بحساب مستوى او بحساب الفيبوناتشي اكستنشن. طيب، الان دوري هو ان اقرا هذا التصحيح وارى هل هو اكتملت بنيته ام لا، لانه عندما تكتمل بنيته يجب بعد ذلك ان تكون لديك استراتيجيه للدخول والخروج من الصفقات. بالتالي نحن الان نقوم بالتحليل، لا نعطيكم نصائح ولا توصيات ولا نعطيكم استراتيجيات للدخول في مثل هذه الصفقات، يجب ان تكون لديك استراتيجيه، اذا لم تكن لديك يمكنك استغلال عروضنا. طيب، اذا ذهبنا خلينا نبقى على الفريم اليومي، ماذا لدينا؟ اذا لدينا اول موجه ثم تصحيح ثم ثاني موجة ثم تصحيح ثم ثالث موجة ثم هنا لاحظوا تصحيح، هذا التصحيح هل اكتمل أو لم يكتمل؟ هنا المشكل، هذا التصحيح كان يفترض أن يعود الـ XEC إلى هنا ثم ينزل لمرة أخيرة ليعطيني تصحيح المكتمل. يفترض إذا نزل الاكس اي سي الان وكسر القاع، هذا يعني ان هناك احتمال ان نحصل على هذه الموجه في المستقبل، نحصل على راني فلات ثم النزول الاخير، وهنا ستكتمل بنيه كل هذا التصحيح، اما الان لدينا احتمالين. ما هما هذين الاحتمالين؟ اذا نزلنا في الاربع ساعات احتاج فقط ان احلل هذا التصحيح، إما أن يعود الـ XEC من هنا، لا يكسر القاع ويعود من هنا، يكسر القمة، يكسر المنطقة أولا، وعندما يكسر هنا سيكتمل هذا التصحيح، وأي موجة دافعة تصحيح هي لنزول أخير لكسر القاع الذي هو مستوى 89.70. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني الذي ممكن أن يحدث كذلك هو أن يأتي السعر ويكسر القاع. إذا كسر القاع هل سنقول أن هذا كونتراكتين؟ في التحليل الموجي نحن لا نتوقع الكونتراكتين لا نتوقعه، لأنه قد يتحول إلى رانين. مما يعني أنه قد يأتي السعر ينزل ثم في هذه الموجة يجب أن لدينا هذه الموجة كلها تصحيحية، يجب أن تقفل في المستقبل هذه الموجة هنا تقفل، يصبح هذا رانين فلات لنزول أخير، تلاحظون؟ هكذا سيكتمل هذا التصحيح. بالتالي الآن الـ XEC نبتعد عنه،
نبتعد عنه، لست مهتما بالاكس اي سي الان الى ان يكتمل هذا التصحيح، اما ان يرجع يكسر القمه ثم يعود وهكذا. من هنا يمكننا البحث عن اي فرص اذا كانت لديك الاستراتيجيه، اي فرص للصعود الى اين؟ الى مستوى ال 127 في براتشي اكستنشن هكذا، اي مستوى ال 50 54. من هنا اذا اعطاني هذا التصحيح ريجولار فلات هنا، عفوا إذا أعطاني هذا التصحيح ريجولار فلات هنا هكذا ثم نزل لكسر القاع، من هنا أي موجة دافعة تصحيح هي للصعود، إلى كسر هذه القمة أولا، ثم بعد ذلك إلى مستوى ال 127 في براتشي اكستنشن. أو إذا عاد السعر وكسر القاع، يعني إذا جاء السعر الآن هكذا وكسر القاع، فهذا يعني أنه فقط سيعطيني موجة أخرى ثم نزول ليكمل لي هذا الرن فلات هنا وهكذا. من هنا اي موجه دافعه تصحيح هي للصعود، بالتالي الاكس اي سي هو للصعود، لكن نحتاج فقط ان تكتمل هذه الموجه الاخيره 1 2 3 قبل الصعود فقط، هذا ما احتاجه، خصوصا انه ليست لم تكن لدي ديفرجنس. لاحظوا ديفرجنس ليست لدي الان، ليست لدي لانه لم نكسر هذا القاع، لا يمكن التحدث عن ديفرجنس، يعني سنبدا بالتحدث عن ديفرجنس عندما يتم كسر هذا القاع، سنكون لدينا ديفرجنس، بالتالي الديفرجنس ربما لا تكون كافيه، ضروري ان يعني نحصل على في فريم 4 ساعات كذلك وفريم الساعه. المهم لا اريد ان اعقدكم بهذه المعلومات او التفاصيل التي لن تساعد لن تساعدكم في شيء، اذا اردتم يجب ان تشتركوا في الدوره، لكن المهم انه اذا كسر القاع ساحصل على هذه الموجه قبل النزول. إذا لم يكسر القاع وصعد سيصعد فقط لكسر هذه القمة، ثم يعود. متى سأتوقع صعودا نهائيا؟ إذا جاء من هنا وصعد بقوة إلى مستوى هذا المستوى هنا ثم صحح، هذا هو صعود نهائي. يعني نفترض أنه لا يريد كسر القاع ولا يريد أن يصعد ويرجع، هذه منطقة الصعود، لأنه دائما نحن نمشي مع السوق، ليس السوق هو الذي يمشي معنا، بالتالي هناك بعض المناطق التي يقولون فيها خلاص ما كنت تنتظره في التحليل غير لن يحدث، والمنطقة التي سيقول فيها السوق على الاكس اي سي أن ما كنت أنتظره لن يحدث هي هذه المنطقة، منطقة ال 21.96، بالتالي إذا صعد من هنا هكذا وكسر القمة هذه المنطقة وصحح هذا هو صعودي، غير ذلك قد يصعد إلى هنا ويعود، وقد يكسر ثم يصعد ثم يعود. وشرحت لكم اذا عمل هذا الامر فهذا رانين، واذا عدم عمل هذا الامر فهو ريجولار فلات للصعود. اذا اصدقائي كما تلاحظون هذا هو تحليل عمله الاكس اي سي، اعطيتكم كل السيناريوهات زائد الشروط، اتمنى انكم تستفيدون من هذه الفيديوهات. اذا اردتم استغلال العرض عفوا اصدقائي، اذا اردتم استغلال العرض ما عليكم الا التحدث معي عبر هذا الرابط مباشره، انا الذي اجاوبكم، خذوا الرابط كاملا هو رابط تليجرام، لا تنسوا ان تفجروا لايكات وتعليقاتكم في الفيديو، ولا تنسوا ان العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم اخوي سام، اتمنى تكون بخير. كنبغي نشكرك بزاف بزاف على الدوره نتاع التحليل الموجي، يعني الدوره الرائعه بمعنى الكلمه، يعني حتى اللي ما كان عمر دخل التداول بحالي انا، عمري داولت يعني عاد جديد في الميدان صراحه، يعني كتشوف يعني التحليل ومن كتجي للتطبيق كتلقى داكشي اللي كاين في الدوره كاين في يعني كاين في الشرط نتاع المنصات نتاع التداول، يعني من يعني الدورة رائعة جدا، كنصح أي واحد كيفما كان المستوى ديالو في التداول واخا يكون زيرو، كفي أنا يعني بديت من جديد كيفما كان سميتو تاع التداول يعني المستوى ديالو في التداول، ياخد هاد الدورة ورخيصة، يعني ماشي شي تمن اللي هادي يعجز الإنسان، والصراحة القيمة تاع الدورة والقيمة تاع الإنسان، يعني قيمة تاع الإنسان اللي كي شدها غير على الناس اللي معاه اللي داخلين معاه في دوره وباغيهم يتعلموا، صراحة هذاك الشيء لا يقدر بثمن. يعني السلام عليكم.
إن شاء الله نشوفه ساعة خير. أخوكم يوسف عشي من فرنسا، قد بدأت الاهتمام بهذا المجال لمدة أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا، ولهذا توجهت لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة، ولكن كما قال الأخ وسام إنه مهنة خطيرة ويمكن أن تخسر أموالك، وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدورة تدريبية بايضة الثمن. ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب، حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يعرف الكذب في اليوتيوب للأخ وسام، الذي بفضله استعدت الأمل والثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول الذي يمكن تعلمه بطريقة جد وسهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات. تحياتي للجميع، بدي أشكر الأستاذ وسام على دورة البرايس أكشن اللي كانت المفاجأة كتير حلوة من بعد دورة تحليل الموجي، والمفاجأة اللي فيها إنه بسيطة، طبعا بحتاج إلى تركيز ومحتاج إلى تكرار ولاستمرارية، بس طريقة الشرح بإيجاز وبمغزى كتير غني بالمعلومات. فبتشكر الأستاذ وسام على هاي المفاجأة الحلوة اللي قدم لنا إياها واللي هي البرايس أكشن. شكرا كتير أستاذ وسام.